نهاية المتمرد. أحمد نجاد دائما يظهر بأنه الحاكم المسيطر، لكن الواقع في إيران يقول بأنه ليس حاكما وليس مسيطرا. الواقع في إيران ليس كما يبثه أحمد نجاد. وضع اقتصادي في الحضيض، أجور منخفضة، والمواد الأساسية في الأسواق أسعارها مستمرة بالارتفاع، بالأخص الوقود. فمصادر إيرانية تقول بأن التأخير في البرنامج النووي سببه ضيقة مالية وديون باهظة لروسيا ودول من الخليج. لكن بالرغم من الحقائق إلا أن أحمد نجاد ما زال مسيطرا. العديد من العسكريين الإيرانيين ممن يشعرون بقلق تجاه مستقبل إيران، ممن يؤارزون سياسات أحمدي نجاد، وخاصة فيما يتعلق بتقسيم اليورانيوم. أحمدي نجاد يحاول غرس أساسات الشريعة الإسلامية في إيران والتمشي حسب قوانين الإسلام. ما رأيناه هو مشهد يومي في إيران. فبالرغم من هذه المشاهد إلا أن أحمدي نجاد يطمح إلى بناء إيران قوية والتي من شأنها أن تقف أمام كل تهديد موجود. لكن أحمدي نجاد هو ليس الشخصية القادرة على قيادة إيران لهذا الهدف. فالسؤال الذي يطرح نفسه، من يقف وراءه يا ترى؟ آيت الله هو الحاكم الرسمي وصاحب الكلمة الأخيرة بكل ما يجري في إيران. فأحمدي نجاد هي الشخصية التي تمثل فقط آيت الله أمام العالم. آيت الله أراد شخصية متطرفة، تصريحاته متطرفة من أجل أن يغرس سلطته في إيران وتأثيره على العالم. آيت الله يأمر، أحمدي نجاد ينفذ. فآيت الله يبني لإيران محور الذي من شأنه أن يشكل حصنا لإيران. لذلك أرسل أحمدي نجاد للقاء المتطرفين وليس المعتدلين، أمثال بشار الأسد من سوريا وفي دمشق، وحسن نصر الله من حزب الله. إيران تبني لها حصنا من أجل الدفاع، وهو عن طريق التودد مع العراق، ومن ثم علاقات دبلوماسية في الفترة الأخيرة مع السعودية، وكذلك في نهاية الأمر سوريا ومحاولة لبناء دولة حزب الله داخل لبنان. سياسة آيت الله بعيدة المدى، ومن شأنها أن تهدد على العالم بأكمله، لأن لآيت الله وللإسلام المتطرف لا يوجد حدود. وما نرى من أحمدي نجاد هو تمثيلا لنص قد كتبه القائد الروحي آيت الله.